وصفات اليوم وصفة مغربية مشهورة عندي وعند الكل وفي كامل المعمورة. إبداع بلادي اللي بثقافتها منصورة، جيت اليوم نقدمها في أحسن صورة. هو خالد وراس اختورات وثقافة جدادي، نحافظ عليه ونخليه سر لولادي، ومعاه وصية مني يخليه لحفادي، هو شيخ شهيوات، هو طاجين بلادي. بسم الله على بركة الله. الوصفات اليوم ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، وصفات الطاجين المغربي اللي بدعوا فيها المغاربة على حسب المناطق والمدن من طنجة للقويرة. اليوم عندنا طاجين ديال الملج مخضر بالتفاح معمر ومعسل بالكوفيتير ديال البرقوق. تابعوا معايا هذه الوصفة ولا أحسن وصفة. غادي نديروا واحد شوية ديال زيت الزيتون في الطاجين ديالنا، ونديروا عليه واحد شوية ديال البصلة، نخليوها تقلى واحد شوية. غادي نحطوا اللحيمات ديالنا، اختاريت طروفه ديال الملج كيجيو هائلين. غادي نديروا واحد شويه ديال الثومه من الفوق محكوكه، كنشدوا زعفران كنديروه في الكاس ديال العنبه، وكنضيفوا عليه واحد شويه ديال المطيب باش يطلق راسو، وكنديروا التوابل ديالنا. كنبداو بالبزار، كنديروا سكنجبير، كنديروا الملحه، وكنديروا واحد جوج عويدات ديال القرفه. دابا نقلبوا اللحيمات ديالنا بهذه الطريقه باش دوك التوابل يهبطوا عند البصله لتحت، ونعاود ندير واحد شويه ديال التوابل من الفوق، حيت من بعد ما نبقاوش نحركوا الطاجين ما نقلبوش اللحم. شويه ديال سكنجبير وشويه ديال المليحه ديالنا، ومن بعد ما طلق لينا الزعفران غادي نجيو وغادي نرشوا هاد الطويجين ديالنا، وغادي نديروا هاد الوريقات ديال الزعفران الوسط. دابا غادي نديروا شويه ديال المعدنوس من الفوق، وغادي نسدو عليه ونخليه يطيب. سيداتي سادتي، دابا غادي نشعلوا المقله ديالنا، غادي نديروا فيها شويه ديال الزبده. هنا سيداتي سادتي اختاريت تفيفيحات صغار، من بعد ما قشرناهم وخوينا لهم اللب ديالهم باش نديروا البلاصه فينا نعمروا. من بعد ما دابت لينا الزبده ديالنا غادي نبداو نستفو تفيفحات على عين قفاه بهذه الطريقه. واحد شويه ديال الملحه، ونحاولوا نقلبوهم واحد شويه باش عاد نديروا لهم السكر ولا العسل، وكنعاودوا نملحوا شويه من الجهه الاخرى، وكناخذوا شويه ديال سنيده ولا سكر كاسوناد اللي عندكم، وكندردروه عليهم بهذه الطريقه. من بعد ما بداو كيتحمروا لينا سيداتي سادتي، غندخلوهم الفران باش نخليهم يتعسلوا على خاطرهم. كنديروا واحد شويه ديال الزبده، كناخذوا الكونفيتور ديالنا ديال البرقوق، وكنديروا واحد الكميه لا باس بها. من بعد ما بدا كيدوب لينا هاد المربى وكيتخلط مع الزبده، غادي نزيدوا عليه سيداتي سادتي الفينيغ بالزاميك ولا الخل البالزاميك الايطالي. غادي نزيدوا عليه تقريبا واحد 5 ولا 6 سنتيلتر، وغادي نخليوه يطيب باش يتكراميليزا معاه، ونديروا عليه واحد القبيصه صغيره ديال الملح. نطلو مره على الطواجين ديالنا، ومني طلينا غادي نسمو هاد لا كونفيتور ديالنا بواحد شويه ديال المريقه ديال الطاجين. فهاد الوقيته سيداتي سادتي كنحيدوا العويدات ديال القرفه باش ما يطلقوش لينا المروريه، حدهم طلقوا لنا النكهه الله يجعل البركه، وكنعاودوا نردوا الطاجين ديالنا يطيب. بعد ما طاب الطاجين ديالنا غادي نبداو ندريسيو في التفيفيحات ديالنا. بسم الله، كناخدو الكونفيتور ديالنا ولا المربى ديال البرقوق اللي تعسل لينا مع الفينيغ بالزاميك، ولا عندنا داير بحال البرقوق الى عجنتوه. من بعد ما عمرنا التفيفيحات ديالنا سيداتي سادتي، كنجيو وكنديكوريو بشويه ديال البيض ديال السمان، وكنديرو شويه ديال الزنجلان من الفوق.
إوا سيادي هذا طاجين بلادي اللي حبها ساكن في فؤادي. إوا سيادنا بصحة فطوركم، كان معاكم الشيف سيمو كيف القاعدة، سناونا في أحلى رمضان وشهيوات جديدة.